الآن في مقدمة الجبهات وكما رأيتهم الآن معي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتحدث عن جيش يقف خلفه، ولكن لا خلف له إلا فتية ثلاثة ليس لديهم من أمرهم سوى الحرب، والحرب بلا نهاية. لكن وكما هو واضح فإن الخطاب بدأ يبحث عن تحسين شروط الاستسلام لا أكثر. الحوثيون في طريقهم لخسارة الحديدة، هذا ما تقول الوقائع على الأرض وإن اختلفت مكاسب المنتصرين. فالحديدة أو عروس البحر الأحمر كما يحلو لليمنيين تسميتها، تسترخي على ضفاف خطوط التجارة الدولية، ظلت هدفا للتراسقات السياسية ومحروسة بالمصالح والمطامع الدولية والإقليمية، واليوم كما يبدو باتت على موعد مع معركة تأجلت كثيرا. تقول الأنباء الميدانية إن القوات اليمنية المدعومة من التحالف والتي اصطلح على تسميتها بالقوات المشتركة أعلنت سيطرتها على محيط مطار الحديدة، بل أن المطار بات تحت السيطرة النارية. لليوم الرابع تدور المعارك في الجهة الجنوبية الغربية من مدينة الحديدة بعد بسط السيطرة على قرية منظر، أولى الأحياء التابعة إداريا لمديرية الحوق إحدى مديريات المدينة. ربما اتساع المطار الشاسع بمساحة لا تقل عن 10 كيلومترات بامتداد أفقي من الغرب إلى الشرق يجعل من الصعوبة بمكان حسم معركته بشكل سريع. على الجانب السياسي، تفيد التقارير عن زيارة المبعوث الأممي لصنعاء بصورة عاجلة لإجراء مباحثات يأمل المبعوث من خلالها إقناع الحوثيين بتسليم المدينة دون خسائر. تتوالى التحذيرات الدولية من استمرار العمليات العسكرية وما يترتب عليها من تفاقم الأوضاع الإنسانية التي تقول كل المؤشرات إنها في أسوأ مراحلها. وكان مجلس الأمن الدولي قد كرر دعوته لإبقاء ميناء الحديدة مفتوحا لاستقبال الغذاء والوقود. محاذير ومخاوف كثيرة تحيط بمعركة الحديدة، خصوصا فيما يتعلق بنوايا دولة الإمارات التي باتت تواجه سخطا شعبيا في أوساط اليمنيين جراء تجربتها السيئة في أعقاب تحرير مدينة عدن والمحافظات الجنوبية من البلاد. غير أن زيارة رئيس الجمهورية لأبوظبي قبيل عودته لعدن بعد عام ونصف من الغياب القسري ربما يخفف من حدة التوتر، لتبقى تأويلات الأحداث والنوايا مرهونة بما هو آت في قادم الأيام.